البورصة المصرية بتحقق مستويات قياسية الأعلى في تاريخها وحجم السيولة كبير جدا، وده هيبان على الاقتصاد المصري خلال 6 شهور الجايين. نقول المصريين تفاؤلهم، الاقتصاد المصري ماشي في الاتجاه الصحيح، الصحافة الاقتصادية جاءت إلى حد ما ثمار جيدة من أجل إعادة مصر إلى ريادة الاستثمار في الوطن العربي وفي أفريقيا. بنتكلم إن مصر قادرة إن هي جذبت في الفترة الماضية حوالي 12 مليار دولار استثمارات، تمام؟ بنتكلم عن استثمارات غير مباشرة في البورصة المصرية تجاوزت أرقام كبيرة جدا، تداولات في اليوم ب 4 مليار جنيه في اليوم الواحد، 4 مليار جنيه في اليوم الواحد. بنتكلم إن مصر عائدة بعد قانون استثمار جيد، بعد نظام ضريبي إلى حد ما منسق. كل ده بيقول إن مصر هي الطريق وهي المنفذ الرئيسي لعبور الاستثمارات العربية والأوروبية في قطاعات شتى، وأهمها قطاع الغاز، وده كان موجود جدا في حقل الظهر الأخير والاستثمارات الموجودة في مصنعين جداد اتعملوا في حلوان وفي إدكو لتسييل الغاز الطبيعي، وده هيبقى مصدر كبير جدا للبتروكيماويات في مصر الفترة القادمة. لو جينا بصينا على أرض الواقع، المواطن المصري بيعاني معاناة كبيرة جدا، الأسعار لسه غالية، المرتبات لا تكفي المواطنين، اللي حصل المسؤولية الاجتماعية حاولنا في مصر إن احنا نعالج المسؤولية الاجتماعية بعد الانفليشن اللي حصل بعد تحرير سعر الصرف، لكن حتى هذه اللحظة المواطن المصري لن يشعر فمش زي في الأيام القليلة دي بالتحسن الاقتصادي اللي حصل على الارقام الاقتصاديه في ايه في الدوله. نتوقع ان هو هيحس التحسن ده هيبدا يظهر في بدايه 2019، هيبدا في زياده في الدخول وزياده في الاجور هتؤدي الى انتعاش في محدود الدخل والموظفين في الدوله المصريه. يعني معادنا 2019 الخروج من عنق الزجاجه بتحتها محمد نظامي هو يناير 2019 ان شاء الله باذن الله.